بهذه المجهود هذا وشكرا. اولا انا بحس الان ان انا بمثل كل يمني، وانا فخوره كثير بهذا العمل ومش مستحيه لا من مكنسه ولا من منظري. انا جايه هنا اقدم عمل ولو انه صغير، لكن زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيء. انا فخوره واخيرا حسنا بقدم لهذا الوطن شيء والحمد لله. والنظافه ما هيش مسؤوليه عامل النظافه وبس، هي مسؤوليه الجميع. اتمنى انه هذا العمل يعني يثمر من بعده توعيه للناس ان النظافه مش مسؤوليه العامل النظافه، هي مسؤوليه الجميع، ولازم كل واحد على الاقل يحافظ امام بيته، يحافظ النظافه لنفسه ويربي اولاده على هذا الشيء. واتمنى انه لما يشوفنا يتعلم شيء.
وايد وبنخلص، الحين فيديو وايد بنشرب مويه وصابون. ايوه احنا من حملة شباب ودكاترة ومهندسين ومزارعين ومن الشعب، دائما نطلع كل بداية شهر او كل شهر مرة نطلع ننظف حي معين، حملة تطوعية، حملة خيرية لبناء اليمن ان شاء الله ونطور اليمن اكثر واكثر واكثر ان شاء الله. رسالتنا في مسيرة اليوم أننا نطالب بإكالة بقايا العائلة، ونطالب بأن يكون لا حوار مع الشباب في الساحات حتى يتم إطلاق المعتقلين والاهتمام بالجرحى والاهتمام بأسر الشهداء، وكما نطالب أيضا بتوحيد الجيش وهيكلته، ونطالب أيضا باستكمال بقية أهداف الثورة، وتستمر المسيرات حتى استكمال بقية أهداف الثورة. Oh!
لنا مسيرة اليوم انه هيكلة الجيش، هيكل الجيش، ولا هناك اتفاق او الا بعد هيكلة الجيش كامل، والمسيرة كاملة والثورة كاملة، ونحن على اتم استعداد مهما قعدنا في الساحات حتى يتهيكل الجيش ويروح التقطعات والمشاكل اللي بتحصل في البلاد، وهو سبب عدم هيكلة الجيش. اليوم سنخرج في مسيرة رجالية ونسائية، وذلك لاستكمال أهداف ثورتنا التي بدأناها، وطبعا أهم الأهداف التي نسعى من أجلها بعد سقوط نظام، بعد سقوط عفاش، هو هيكلة الجيش. لابد من هيكلة، لابد من هيكلة، لابد من هيكلة، ومن ثم نبدأ بالحوار وبقية الأهداف. ونقول شهداءنا، شهداءنا لن ننسى دماءكم، جرحانا لن ننسى أناتكم، معتقلينا لن ننسى أهاتكم وراء القضبان، والله لن نهدأ حتى نحقق لكل من خرج من هذه الثورة مسعى، ولن نرجع بيوتنا حتى تحقق كامل أهداف ثورتنا المباركة. خرجنا في هذه المسيرة، أولا نبارك لمصر ولرئيسهم الدكتور محمد مرسي، ونقول لهم هنيئا وعقبا إن شاء الله بإذن الله لليمن، وكذلك نطالب الرئيس عبد الرب المنصور هادي بسرعة هيكلة الجيش. هذا هو مطلبنا، سنظل نلح على هذا المطلب ولن نتوقف مهما كان الأمر حتى يتم هيكلة الجيش، وهذه رسالة منا، وسنوجهها أكثر من مرة للرئيس عبد الرب المنصور هادي بأن يعجل في هيكلة الجيش. استمرار في تصعيدنا الثوري ومطالبة باستكمال هيكلة الجيش، وأيضا مطالبة بمحاكمة جميع القتلة المتورطين في قتل الشهداء الأبرياء.
فاش باش يوحال.